اليوم يوم المرأة الإماراتية، تعلمنا فيها الاستدامة. باختصار هي لنا ولأطفالنا في المستقبل والحفاظ على البيئة بكل ما يخصها. Today's session was very informative. The activities were very engaging and we learned a lot. Well, we learned that we need to be more mindful of the things that we are doing, such as recycling. التوعية من الحين حق الأجيال القادمة في كيف نحسن استخدامنا للموارد الطبيعية لاستمرارية الحياة. نقلل من استهلاكنا للبلاستيك وفي نفس الوقت نسوي ريسايكلينج. نشوف الموارد اللي نحن نستخدمها ونقلل منها عشان يعني نقدر نعيش الكرة الأرضية لفترة أطول. الصراحة صار عندي الحين وعي عن فكرة يعني لما أشتري شيء يعني يمر في بالي إيش كثر مر ببروسس لين وصلني. المرأة بما أنها هي مربية أجيال فتقدر مثلاً تعلم أطفالها إذا هي كانت متزوجة أو حتى من الأشخاص اللي حولها أن يقللون من استهلاكهم حق الأشياء اللي تضر البيئة، صح ولا لا؟ أنا أحس أكثر صنف يستخدم هالأشياء المرأة. الأم هي اللي كيف تنشأ عيالها على أنهم يطبقون مبدأ الاستدامة في حياتهم، في المدارس، وين ما يطلعون، وين ما يروحون. أوصفها بكلمة واحدة، لا الصراحة، يعني هي ممتعة. يعني هم كانوا 3 سيشن، الاستدامة والزراعة والورد. الصراحة يعني كل واحدة أحلى عن الثانية. فا فن كلمة واحدة وايد ممتعة الصراحة، وايد استانست. كانت جدا مليئة بالطاقة الإيجابية. روحاني، يوم روحاني، حلو.